المتراءون يرصدون هلال رمضان وترقب لإعلان دخول الشهر الكريم. رصد متراءون هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الجمعة 29 من شهر شعبان لعام 1443 هجرية الموافق للأول من شهر أبريل لعام 2022، وبناء على ذلك ينتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا عن إثبات الشهادة، وفي حال ثبوت الشهادة سيكون يوم غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير.